امواج تستلف الكره الارضيه هي المنخفضات الجويه على شكل امواج. يعني صدفه انا محضر خريطه، هاي هي موجه من الامواج التي تعبر المنطقه زي ما تشوفوا. هاي الامواج تلف الكره الارضيه، والفرق بين الموجه والاخرى يكون هناك فرق زمني، فتقريبا هو فرق اسبوع. فعندما تاتي هذه الموجه يوم اربعاء وخميس وجمعه، تاتي الموجه التي تليها بعد اسبوع، يعني بعد ست ايام. هلا بيصير في تغيير احيانا في الانظمه في الغلاف الجوي، ما صار من فتره طويله، بانه تكسر هاي الامواج شكلها وتغير من شكلها، وتاتي في مثلا نفترض منتصف الاسبوع، اذا جاءت مره من المرات في منتصف الاسبوع على شكل موجه قويه، تثبت المنخفضات عند منتصف الاسبوع. ولكن بشكل عام هذا هي لانها على شكل امواج، فهذا التموج الفرق بين الموجه والاخرى يكون تقريبا 6 الى 7 ايام. فلذلك عندما ياتي يوم اربعاء او خميس، تاتي مره اخرى الموجه التي تليها اربعاء او خميس. فهذا هو التفسير العلمي لذلك.